كيف تتخلص من آلام الرأس بسبب البرد وهل هناك خطورة منها؟ آلام الرأس بسبب البرد مشكلة من المشاكل التي تواجه الكثيرين في فصل الشتاء، وتعرف هذه بلفحة الهواء وتصيب أي شخص في مختلف الأعمار، وهي عبارة عن الإصابة ببعض التشنجات في العضلات بالجسم، وسوف نتعرف على المزيد عن كيفية العلاج. علاج برد الرأس بالأعشاب. قد يتعرض الشخص المصاب بحساسية لهذه المشكلة أكثر من غيره، وذلك لمن لديهم حساسية الأنف أو التهاب الجيوب الأنفية المزمن. وهناك عدة أعراض تثار على الشخص حينما يصاب بآلام في الرأس نتيجة وجود نزلة برد لديه، ومن أهمها الشعور بصداع قوي وشديد ودوخة من حين لآخر، مع تشويش في العينين ورغبة شديدة في النوم بصورة كبيرة. ويمكن التخلص من آلام الرأس بسبب البرد باستخدام بعض الأعشاب كعشبة الزنجبيل، فالزنجبيل يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومسكنة للصداع الشديد للشخص الذي يعاني من آلام الرأس عند الإصابة بنزلات البرد. العلاج بالحجامة. وهي طريقة تأتي بنتائج مفيدة جدا للتخفيف من الألم الذي يشعر به المريض، حيث تعمل الحجامة على استعادة نشاط الدورة الدموية مرة أخرى في الجسم، كما تقوم بتدفق الدم داخل الشرايين بشكل منتظم. وقد وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم كعلاج فعال. ويجب عمل الحجامة عند شخص له خبرة كبيرة بها، لأنه يوجد الكثير من الناس تمارسها بطريقة خاطئة مما يشكل ضررا على المريض. المسكنات. أيضا للتداوي من آلام الرأس بسبب البرد يمكن عن طريق تناول المسكنات التي تساعد على التخفيف من أوجاع الرأس، حيث يمكن للمريض استنشاق بخار مغلي الأعشاب مثل الكمون وحبة البركة، وعمل عجينة من الأعشاب عن طريق استخدام الخل وتدفئة الخليط ووضعه على الرأس، ثم يلف بصورة محكمة ويترك حتى الصباح، ولا بد من تكرار العملية لمدة أسبوع متواصل للحصول على أفضل نتيجة. علاج هواء الرأس بزيت الزيتون. إن أغلب الأطباء ينصحون باستخدام زيت الزيتون لعلاج هواء الرأس بعد التعرض لنزلة برد شديدة ولفحة هواء تصيب الرأس بالصداع. وتكون طريقة استخدام زيت الزيتون لعلاج هذه المشكلة من خلال إحضار نصف كوب من زيت الزيتون، وإضافة ملعقة ونصف من حبة البركة غير المطحونة، ومن ثم تقليب الخليط على النار الهادئة وتركه لمدة 5 دقائق. ثم يتم وضع الخليط على رأس المريض، وبالتحديد في منتصف الرأس، ونحضر كيسا بلاستيكيا ونغطي رأس المريض به، ثم نضعه منشفة على الرأس ونلف الرأس به جيدا. متابعينا الأعزاء، لا تنسوا الضغط على لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد.